أخبار اليوم. مساء الخير، أنا اسمي جيسيكا أبي عاد، عم مثل لبنان بمس إيكو يونيفرس 2016، عمري 22 سنة، خريجة صحافة وإعلام من جامعة الكاثوليك من لبنان. أنا شاركت بهالمسابقة لسبب واحد وكتير مهم، اللي هو السياحة والبيئة. أولاً إلي الشرف أني مثل لبنان بمصر، وإلي الشرف الأكبر أنه نشجع السياحة بمصر.